نرحب بكم مباشرة على أمواج إذاعة كابراديو من طنجة إلى عدد اليوم من المجلة الإخبارية مع الخبر. الموضوع الأول اللي غنبداو به مستمعين الكرام واللي غنسلطوا عليه الضوء اليوم كيتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفقين بصفة عامة. غنطلقوا من هذا الموضوع بناء على لقاء تشاوري من المرتقب أنه غيتنظم من طرف مركز النورديك لتحويل النزاعات مع المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وهذا اللقاء كيتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفق، كيفاش ممكن يساهم كل من موقعه في تعزيز هذا العلاقة. سمعوا بداية مستمعين الكرام ضيفنا الكريم سي أسامة غجوم، منسق مشروع أكسيون الوسيط، في تصريح الإذاعة كاب راديو. مركز النورديك لتحويل النزاعات سوف ينظم مائدة مستديرة مع بعض تمثيليات الإعلام بجهة طنجة تطوان الحسيمة. هذه المائدة المستديرة كتجي هي المائدة الثانية بعدما نظمنا في مركز النورديك لتحويل النزاعات المائدة المستديرة الأولى اللي كانت مع تمثيليات ديال المجتمع المدني في جهة طنجة تطوان الحسيمة. كانت المائدة المستديرة اللي تنظمت في شهر يونيو الماضي، تناولنا فيها بعض الإشكاليات المتعلقة بالعلاقة بين الإدارة العمومية والمرتفق، بعض الفرص لتحسين هذه العلاقة هذه، وكانت أيضا خلاصات وتوصيات عامة يعني رفعها المجتمع المدني في جهة طنجة تطوان الحسيمة لجميع الأطراف. هذه المائدة المستديرة الثانية اللي كنا نفتحوا فيها على يعني الجسم الإعلامي في جهة طنجة تطوان الحسيمة، عتعرف المشاركة أيضا ديال الممثل الجهوي ولا المندوب الجهوي ديال مؤسسة الوسيط، لأن معها شركة وسيط المملكة. وطبعا هذه المرة هذه راه غادي نقاربوا الموضوع من وجهة نظر الإعلاميين، غادي يحضروا معنا إعلاميين في جهة طنجة تطوان الحسيمة، غادي نناقشوا تحديات كذلك والإشكاليات المرتبطة بهذه العلاقة ديال الإدارة العمومية والمرتفق، الفرص المتاحة لتحسين العلاقة، وكذلك توصيات المجتمع توصيات عفوا الإعلام من أجل تحسين هذه العلاقة. هذه المائدة المستديرة غادي نقاربوا فيها الموضوع من وجهة نظر الإعلاميين كما قلت، غادي نركزوا طبعا على الدور اللي ممكن يلعبه الإعلام في التحسيس، في نشر قيم الوساطة المؤسساتية، في نشر مبادئ ديال الشفافية وسيادة القانون، في تتبع المواكبة ديال عمل الوسيط إلى آخره. أهمية ديال هذه الموائد المستديرة بالنسبة للمركز النورديك لتحويل النزاعات هي أنها كتجمع جميع الأطراف المعنية، جميع الفاعلين المحليين، يعني كنفتحوا للمجتمع المدني، على الإعلام، للمؤسسات الأخرى ديال الدولة. إذن كنعتبروا بأن أي إشكالية هي إشكالية ديال الجميع، وأن جميع الفاعلين خصهم يعني يكون عندهم منصة موثوق بها للحوار، وهذا الشيء اللي كنوفر احنا في مركز النورديك لتحويل النزاعات. غنبقاو في نفس الموضوع مستمعينا الكرام، غنسلطوا عليه الضوء من ناحية أخرى سوسيو ثقافية كتعلق دائما بالعلاقة ما بين الإدارة والمرتفق. علاش هذه العلاقة كتفتقد أحيانا نوع من الاحترام، نوع من الترحيب، كي يعني كيطغى عليها نوع من الجفاء؟ طبعا ماشي كنعمو، ولكن الأغلبية ديال المواطنين دائما كيتشكاو من هاد المشكل، ولكن شكون اللي كيتحمل المسؤولية في آخر المطاف؟ فسؤال كيبقى مفتوح، واش المواطن أو الإدارة؟ فهنا مستمعي الكرام نستمعوا للقراءة ديال دكتور محسن بن زكور، أخصائي في علم النفس الاجتماعي، وكيفاش ممكن نغيروا كل منا من موقعه يعني من هاد السلوكات من أجل أننا نعزوا هاد العلاقة اللي كتجمع يوميا الإدارة والمرتفق. طبعا السؤال الإشكالي اللي كيتطرح ديال طبيعة العلاقة بين المرتفقين والإدارة المغربية هو ليس بسؤال جديد، بل هو سؤال قديم جديد. بمعنى آخر أن الصورة القاتمة التي رسمتها بعض السلوكات عند بعض رجال الإدارة أو حتى بعض المواطنين جعلت العلاقة مبنية على فقدان الثقة. من ضمنها نحن لن نخفي الشمس بالغربال، ظاهرة الرشوة لا زالت قائمة الذات، المحسوبية لا زالت قائمة الذات، وبالتالي حينما تصل العلاقة إلى هذا النوع
من السلوك طبعا يكون هناك نوع من أحكام القيمة المسبقة، درجة أن الثقافة الشعبية المغربية جعلت لهذه الرشوة مسميات، قهوة، الحلاوة، الجميلة وغيرها من المصطلحات التي جعلت المغربي يؤمن بأن الدخول إلى الإدارة لن يكون إلا بهذه الوسيلتين، وسيلة الرشوة أو كما يقولوا المعرفة أو العلاقات. فطبعا حاول القانون المغربي أن يكون في صلبه منذ 2021 مع تغيير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين أن يكون في صلب الحداثة، بأن يكون هناك بعض الأرقام الهاتفية للاتصال من أجل رفع الشكاوى حول هذه الظواهر، أن يكون هناك سجل لتقييم عمل الإداريين، محاربة الموظفين الأشباح. ولكن رغم ذلك الإشكال هو أكبر بكثير من القانون، فهو في العقليات، في التمثلات، وبالتالي محاربة هذه الظواهر يجب أيضا أن تأتيها من المواطن، لأن حتى المواطن في بعض الأحيان يساهم في هذه الظاهرة، لأن ليس هناك مرتشي بدون أن يكون هناك راشي، وليس هناك تدخل العلاقات إن لم يقوم بها المواطن بنفسه. فهي مسألة تمدن، مسألة تحضر، وأن نؤمن بأن أي خلل في العلاقة هو يؤديه المواطن أو المجتمع المغربي ككل. خصنا نصلح المرتبة من الوعي، لا كنا داخل الإدارة أو كمواطنين نصل إلى أن المصلحة العليا أولى من المصلحة الخاصة. طبعا حتى أن بعض الأحيان هناك العقل الإداري في الإدارات، أي ما نسميه تسويف، سير غدا أجل عشية، ما كاينش اللي غيوقع، وكذا غيرها من الأساليب التي تحط من كرامة المواطنين. حتى ذاك الكلام الذي فيه واحد نوع من الغلظة، أرجع للور شكا دير هنا، تسنى بمعنى واحد الأساليب التي كما قلنا تفقد تلك العلاقة المبنية على الاحترام وعلى الوقار، وهذا يجعل هذا النفور يستمر عن يوم عن يوم. وبالتالي هنا خص واحد إعادة النظر في الطريقة التواصلية، خص إعادة النظر في الانتماء للوطن والمواطنة، خص نفكروا بطريقة أننا ما بقيناش كنفكروا كما كيقولوا المغاربة حد نفنا، كنشوفوا المصلحة العامة. صحيح أن النقطة ديال الخلل في السلوكي ما كتأثرش، ولكن إلا كثرت كتولي العرقلة ديال المواطنين كلهم والمصالح كلها. فلهذا كما قلت هي مسألة عقليات، مسألة تمثلات، مسألة أخلاق البيهنة، كل هذه الأمور إذا تضافرت سوف تعطينا هذه الصورة التي لا نرضاها لبلدنا. والحل سهل، الحل سهل، وأن يؤمن كل فرد أن التغيير ينطلق من الذات، وبالتالي كل من في منصب المسؤولية كان مواطنا مرتفقا أو كان إداريا أن يكف عن هذا السلوك وأن يغير تمثلاته، ربما قد تغير العلاقات إلى ما هو أفضل.